اهلا بيكم في اخر فقره النهارده. معانا نجوم فعلا، نجوم كبار جدا في مجال الاسكواش. خلينا نرحب بضيوفنا الكبار النهارده اللي معانا، هنستفيد معاهم. عندهم بطوله عالم وبطوله مهمه، وفيهم كمان حامل لقب بطوله. نرحب بكابتن مصطفى عسل بطل العالم ولاعيب النادي الاهلي. كابتن مصطفى منورنا. ازي حضرتك كابتن خالد؟ اهلا بيك. وهنرحب بكابتن ابراهيم الاباني اللي رايح نفس الكلام، عنده طموح وعنده صراع مع نفسه شخصيا باذن الله على الصراع على لقب بطل العالم. كابتن ابراهيم بنرحب بيك. اهلا وسهلا كابتن خالد. خلينا نخرج لتقرير عن نجومنا النهارده اللي معانا وترجعوا لنا مره ثانيه. يشارك ثنائي الأهلوي مصطفى عسل وإبراهيم الأباني في بطولة العالم للناشئ الإسكواش تحت 19 سنة المقرر إقامتها بماليزيا خلال الفترة من 30 من يوليو وحتى 4 من أغسطس المقبل. ويغادر ثنائي إسكواش المارد الأحمر يوم الخميس المقبل القاهرة متوجهين رفقة بعثة منتخبنا الوطني للمشاركة في البطولة المونديالية التي يشارك بها أفضل لاعب العالم في هذه السن. ويأمل لاعب الأهلي في الاحتفاظ بلقب بطولة العالم للناشئين للعام الثاني داخل جدران القلعة الحمراء بعدما حصده مصطفى عسل في العام الماضي عقب فوزه على نظيره وزميله بالمنتخب مروان طارق ونجم نادي وادي دجلة. واختار الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني قواما يتكون من 6 لاعبين للمشاركة في البطولة، وهم مصطفى السرتي، كريم البربري، عمر التركي، يحيى النوساني، إضافة إلى مصطفى عسل حامل اللقب وإبراهيم الأباني لاعبي الأهلي. وجنبت القرعة سداسي منتخبنا الوطني من خوض الأدوار التمهيدية لما يمتلكه الإسكواش المصري من تصنيف متقدم وتاريخ قوي يجعله من المرشحين الأوائل للحفاظ على اللقب الغالي. ويأمل مسؤول النادي الأهلي في هيمنة لاعبيهم على البطولات الدولية الكبرى ورفع اسم النادي الأهلي في أكبر المحافل العالمية. زي ما شفنا أبطالنا الكبار اللي مشرفينا النهاردة في قناة الأهلي فعلا أبطال، وإن شاء الله قريبا جدا في الترتيب العالمي هيكونوا موجودين ويصعدوا على منصات التتويج بإذن الله اللي مشرفينا فعلا. خلينا نبدأ الحديث معاهم ونشوف بطل العالم طلع بأي طموح لبطولة العالم اللي جاية. أكيد عنده صراع قوي جدا المحافظة على اللقب غير الوصول إلى اللقب، صح؟ صح. لا والله انا خلصت البيتش اوبن كبار في شهر 5، وبعد كده ابتديت يعني اخذت الاوف سيزون بتاعي عشان كان بقالي كتير بلعب، كان عندي جونيورز وعندي برضو محترفين رجال. فخلصت وبعد كده اخذت 3 اسابيع راحه، ابتديت تاني. سافرت المكسيك اتمرن هناك مع كان معايا زاهد شيرين نمرة 14 العالم، وطلعنا انا وهو رحنا المكسيك نتمرن هناك في لعيبه كتير. اشمعنى اخترت المكسيك؟ مصر ابطال العالم ومصر فيها نجوم كبيره يعني. دلوقتي اخترتها، لا النجوم دول كلهم كانوا موقفين يعني. كله كان موقف خلاص، ما فيش حد بيلعب. اخترت المكسيك فيه برضو اثنين منهم يعني، واحد منهم التوب 20 وكده. وقلنا نروح هناك درجه حراره عاليه، النفس مش يعني صعب قوي ان احنا ناخده هناك فوق مستوى سطح البحر، فالدنيا صعب قوي هناك انت تاخد نفسك وكده. فقلنا نروح هناك نتمرن، مرنت 10 ايام هناك بجهز يعني، خدت اذن طبعا كابتن احمد المطعني في الاول المنتخب عشان اطلع ورجعت وبس. وشايف الامور كويسه باذن الله. ان شاء الله. محافظه على لقبك يا مصطفى ده بيختلف على الوصول للقب. شايف الموضوع ازاي وانت رايح بصراحه؟ لا مش يعني مش حاسس ان انا عليا بريشر اللي هو الجامد يعني الموجود، بس طبعا يعني اللقب خدته السنه اللي فاتت طبعا في ضغط، بس يعني ان شاء الله هناك بقى. مش عايز اتكلم عشان ابراهيم. لا ابراهيم اكيد الصراع اكيد التنافس بينهم جوه ارض الملعب، لكن هو في الاخر الاثنين ولاد النادي الاهلي، ودي احسن حاجه بيميزنا. اكيد لو مصطفى كسب او ابراهيم كسب ان شاء الله نتمنى لهم الخير والتوفيق، اكيد بيباركوا لبعض. ابراهيم، مصطفى استعد في المكسيك، استعديت ازاي للبطوله دي؟
انا اتفق مع كلام مصطفى. احنا خلصنا السيزون، مصطفى ممكن يكون خلص السيزون بعدينا شويه عشان هو بيلعب بي اس اي محترفين وكده. فاحنا خلصنا السيزون بعد بطوله الجمهوريه، خدت اوف سيزون حوالي شهر بس. بعد كده رجعت، اول حاجه لعبتها كان تمارين المنتخب. تمارين المنتخب كانت مثلا 3 ايام في الاسبوع، ابتديت مثلا فتنس بسيط قوي لغايه ما اتفاجئنا ان احنا في تصفيات. كويس. التصفيات دي احنا هنصفي 2 ان شاء الله هم اللي هيطلعوا بطوله العالم. كويس. ودي كانت مفاجاه الصراحه يعني، ما كنتش اللي هو لسه استعدت لها قوي. كنت برضه راجع من اوف سيزون وفتره يعني كنت ما كانتش محطوطه في الجدول بتاعك والتدريبات. لا 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 خالص. بس لغايه لما دخلنا مثلا قعدت حوالي اسبوعين او اسبوعين ونص تمارين تبع المنتخب. بس كابتن احمد، يعني كابتن احمد مطعني وكابتن ناصر عبد المنعم كلهم يعني نحب نشكرهم. يعني جهزونا، يعني جهزوني انا وكل الناس اللي كنت بلعب معاهم تصفيات، والحمد لله لعبت التصفيات دي والحمد لله تاهلت لبطوله العالم. بصراحه شديده، وانت رايح لبطوله العالم والزميل الملعب معاك مصطفى عسل هو بطل العالم، شايف المنافسه هناك ازاي مع كمان 4 مصريين؟ لا طبعا المنافسه من اول دور صراحه لبطوله العالم. من اول دور صراحه بتبقى كلهم ماتشات يعني جامده، بالذات طبعا لو مع كابتن مصطفى عزان. طب مصطفى قول لي، تقابل الاجانب ولا تقابل المصريين في الادوار الاولانيه بصراحه؟ مش احنا دايما عندنا الحته يعني اي واحد مصري ما يحبش لاعب مصري خالص. من الاخر يعني حتى لو التاني حتى لو الاجنبي ده جامد لا ما يحبش، يعني ما يقول لك العب الاجنبي بس ما لعبش المصري. بس لا يعني انا شايف ان هي في اجانب كويسين برده في البطوله. بس احنا احسن منهم يعني ان شاء الله كمصريين. وهم برضو الدرو مش فير شويه بالنسبه للمصريين، ان هو ليه؟ كل المصريين مخبطين مع بعض الناحيه الثانيه، يعني ناحيه ابراهيم دي كلهم مع بعض. عمر الترك اللي هو مصنف نمره 2 على البطوله مع يحيى مع مصطفى مع كريم ابراهيم مع ابراهيم. لا كريم عندي بس تحت جاي في طريقك. بس ان شاء الله ان شاء الله يعني في السيمي فاينل. هم هناك بقى بدري ابراهيم مثلا هيلاعب اعتقد مصطفى في الثمانيه لو وصلوا مع بعض ان شاء الله. والناحيه الثانيه يحيى وعمر. فكلهم هناك ايه المصريين رايحين في الاتجاه الثاني، الناحيه الثانيه خالص. قاعده الاسكواش كبرت، فخلى زي ما كابتن مصطفى كده بيقول خلينا ايه نلعب مع بعض في الادوار اللي هي شويه في الدور الثمانيه ودور الاربعه. شايف القاعده الكبيره دي بقت ميزه لمصر في الاسكواش ولا ايه بالظبط؟ هي الصراحه بتبقى ميزه، يعني هي ميزه وحاجه وحشه في نفس الوقت. الميزه ان حضرتك عندك لعيب جامد زي مصطفى عسل رقم 1 على البطوله، بعيد خالص عن رقم 2 في البطوله، فهم دول المتوقعين ان هم يوصلوا فاينل. فاحنا كده نكون ضمننا رقم نمره 1 مصري ونمره 2 مصري ما شاء الله، لو هم ان شاء الله يعني يوصلوا فاينل. الارخم شويه ان لو ده ما وصلش وده ما وصلش احنا كده مش هيكون عندنا ولا لقب. ده هي دي المشكله، هي دي المشكله. والحاجه كويسه ان احنا يعني حتى احنا لو فضلنا نخبط كلنا في بعض احنا برضه هيتصفصف مننا واحد مصري. اكيد بس اكيد شخص. اكيد الموضوع مختلف. مين بينافس او مين التنافس الدول المنافسه لمصر في بطوله العالم؟ اعتقد ماليزيا يعني. مين تاني؟ رحيم من غير اكيد بتدرس، اكيد انت اكيد كل واحد فيكم بيبص للدرو، بيبص مين اللعيبه اللي داخله من انديه من المنتخبات. ممكن انجلترا. انجلترا فيها كام لعيب جامدين شويه، لان اصلا انجلترا هم الاساس اللعبه، هم اللي اخترعناها، فهو في يعني هم بعدين على طول انجلترا بعدين على طول. وهي هتبقى رخمه برضه بالنسبه لنا من الماليزيين، لانهم البطوله هتتلعب على ارضهم. اكيد في سؤال مهم جدا، انت من ناشئين نادي الصيد لكن دلوقتي في النادي الاهلي، ايه الفرق بين اللعب في نادي الصيد والنادي الاهلي واكتسبت ايه داخل النادي الاهلي؟ لا هو نادي الصيد كنت بلعب فيه من وانا عندي 4 سنين لحد 15 سنه. دي كان كل الفتره دي يعني هي بتبقى حاجه، وابتداء من لعيب الاسكواش من 17 سنه لغايه المحترفين بتبقى حاجه ثانيه خالص. كخبره كناس حضرتك قاعد معاهم بيفكروا تفكير عامل ازاي او كده. فهو في نادي الصيد ما كانش عندنا قوي الحته دي، فلما رحت النادي الاهلي كان في لعيبه كبيره يعني كبار، ممكن اي حد يلعب معاهم، ممكن اي حد يتكلم معاهم في اي حاجه فيكتسب منهم اي خبره. زي كابتن كريم سامي وكابتن مصطفى عسل احمد حسني كل الناس دي، فده بالنسبه لي كان تغيير شويه في الحته دي. الفرق انت من الجزيره للاهلي.
مع ان كل العيال عندك اهلاويه وقاعدين في النادي. مستغربة. يعني مستغربه بس ماشي. لكن ازاي الجزيره والاهلي والفرق اللي انت الواضح بين الاهلي والجزيره؟ واكيد برضو الاهلي نادي بطوله مختلفه عن نادي الجزيره. لا الجزيره كنت بوصل فاينل بس ما كنتش عايز العب. يعني مش عايز تلعب؟ مش عايز العب. يعني مش عايز تلعب؟ في موقف حصل بصراحه، في موقف حصل معايا كنت خلاص كان في تصفيات للبريتش اوبن فتحت 13 سنه او تحت 15 سنه، تحت 15 سنه. فخلاص انا لو كسبت الماتش بتاع السيمي فاينل ده خلاص انا كده اهلت. فكسبت الماتش بتاع السيمي فاينل ده خلاص بقيت تاني، ضمنت ان انا تاني بعد مروان طلع. فجيت الفاينل ده بلعب مع زميل في دجله يعني المفروض يعني المفروض يعني ان انا العب يعني فاينل فاينل كان ساعتها فاينل بطوله وادي دجله وكده ومفروض يعني اكسب يعني. فقلت لبابا مش عايز العب. مش عايز تلعب؟ مش عايز. لا واحد قلت له مش عايز العب. مش عايز تلعب؟ انا قلت له مش عايز العب، انا مش عايز يعني داخل رايح البيت من البيت من البيت بقول له مش عايز العب. اتكلم طب اتكلم هو بقى ازاي يعني ازاي انت مش عايز تلعب طبعا ازاي بس. فجنن بقى ساعتها بقى وازاي وكلم المدربين كلهم. ففي مدرب منهم بيقول له خلاص مش مشكله يعني ازاي رحت خسرت 3-0 مش عايز العب. لما نزلت ملعب الاسكواش قول لي حسيت بايه؟ اللي هو انا مش موجود عادي يعني مش عايز. مش عايز. انا مش عايز تشوطها. لا لا مش عايز. وعايز تخلص الجيم وتروح. عايز اروح بالظبط. انا خلاص خلصت. بس لما روحت بقى الاهلي حتى لو زعقوا لك لا 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 زعقوا لك حتى فعلا اي بطوله ما بقاش عندي اللي هي الاستكفى دي حته الاستكفى دي كنت بستكفى لكن في الاهلي ما استكفى ما فيش اي حاجه اسمها استكفى خالص. حتى لو انا عارف ان انا مثلا بلعب مع علي وبلعب مع علي او بلعب مع اي حد لغايه اخر وقت مفيش استكفى خالص. ما عندكش؟ ما عنديش استكفى. كنت فعلا انا لعبت في سيزون مع كابتن ناصر يعني لما لعبت في سيزون بتاع 18 بطوله محليه كنت بلعب منهم اثنين يعني 17 و19 في نفس البطوله كنت بلعب دي اربع ماتشات في اليوم عادي كنت بخش مع كابتن ناصر مش عارف كابتن ناصر يقول لي عادي يعني لو فوت مش عارف لا بلعب. اكيد المعد النفسي ليه دور في الحكايه دي اكيد في اعداد نفسي. هل في موجود اعداد نفسي في سكواش دلوقتي ولا لسه ما وصلناش له بصراحه؟ لا في اعداد نفسي طبعا يعني هو يعني انه ياخد الجرأه نفسها انه يلعب سنين وان ياخد الجرأه ان هو يعني يتحول من لعيب كان بيستكفى وانس ان هو خلاص يعني وصل للتارجت بتاعه غير ان هو يتحول لما راح زي ما هو بيقول لما راح النادي الاهلي ان هو بقى عايز يكسب كل الماتشات ويعني يشيل المعد النفسي. المعد النفسي لازم يكون متواجد مع لعيبه السكواش. طبعا المعد النفسي لازم. يعني اي 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 لعيب في اي سن زمان كان يقول لك يلا العب بقى ويلا توكل على الله. لا دلوقتي لا بقى لا لازم طبعا. يكون في يعني تهيئه نفسيه اقل حاجه يوم او يومين بتفكر قبل الماتش بالذات لو كان ماتش تقيل او مهم او كده. بس تقدر لا يعني برضه تاني هساله لك تاني يعني انت بتاهب نفسك لوحدك ولا في معد نفسي معاك راجل مسؤول عنك؟ قصدك شخص شخص. لا ما بيكونش في معد نفسي اللي هو غير لو حد بقى بتكلم معاه مش لازم قبل ماتش ده بيبقى زي الدكتور بتاعي نفساني او كده بالظبط تتكلم معاه ده بتكلم معاه بس لكن مش متواجد يا مصطفى عندكم حد معد نفسي للاعبين في المنتخبات؟ لا. شايف ان ده شيء مفقود شويه مع تطور العصر وتطور الحياه وتطور السكواش؟ انا شايف السكواش. ان اولياء الامور كلهم هم معد نفسي للاعبين الصراحه في اللعبه دي ان اللعبه دي اي لعيب بيلعب ولي الامر بيبقى وراه بيبقى اكتر معد نفسي بالنسبه له يعني مثلا يقول له الماتش ده لا لازم تلعب مثلا طب التاكتكس بتاعت الجيم ايه دول ولي الامر ولي الامر بقى فاهم دلوقتي اكتر من المدرب الدرجة حاليا لا حاليا دلوقتي بقى فاهم اكتر من كتر ما هو شايف الدنيا رايح معاه كل يوم تعبان كل يوم بينزل الصبح ينزل بالليل معايا يتفرج في اولياء امور كده يعني ممكن مثلا بابا ابراهيم ممكن لسن معين او بابايا انا لسن معين مثلا يعني هو ما سابنيش الا من سنه سنتين اللي هو ما سابنيش الا هو كل يوم معايا كل وقت معايا وانت بتحبه وبتلعب بس سكواش رايح جاي كده ما سابنيش الا الفتره اللي هو خلاص ابتديت اعتمد على نفسي شويه هو بقى تمام بعيد بس في لغه المحترفين في لغه المحترفين في الوقت اللي احنا فيه ده اكيد لازم يكون في داخل الجهاز معد نفسي دكتور نفساني هو بيسال دكتور هو مفيش ده بالظبط هو انا بسال على كده مفيش. مفيش
ما فيش ده، بس ممكن يعني اعتقد دوره مهم لازم يكون موجود. اعتقد ما بين اللعيبه يعني، بس ما عندناش احنا اعتقد ما عندناش بصراحه شديده. لما تقابل مصطفى عسل في ارض الملعب فهمني الحوار مع نفسك كده، هطلعهم مني كنت الاثنين ان شاء الله. بتقابلوا بعض اكيد التنافس في ارض ملعب شريف اكيد، كل واحد عايز يكسب. طبعا. قبل المباراه بتتعاملوا مع بعض ازاي؟ لا احنا جوه الملعب حاجه وبره الملعب حاجه خالص. فهمني بقى. لا جوه الملعب هو عايز يكسب، هو لقب بطوله العالم، حتى لو كانت بطوله صغيره هو عايز يكسب برضه، حتى لو لعب بطوله في النادي بالظبط، حتى لو هو عايز يخش يكسب يعني. هو بالزبط. اتمرن عايز يخش يعني يعمل الحاجات اللي هو اتمرن عليها كويس، وانا كمان برضو اتمرنت وعايز اخش اعمل حاجات اللي هو بيتمرن عليها. فاحنا جوه الملعب حاجه وبره الملعب حاجه خالص يعني. مصطفى بصراحه شديده، بتتفرج على اصحابك المصريين وبتتفرج على فيديوهات ليهم وماتشاتهم وكده، بتقعد تتفرج عليهم عشان تقدر تحلل اللعيب اللي قدامك شكله ازاي ونقط ضعفه ايه، مع ان المدربين بيكونوا واحد يعني، مدرب مصري بيمرنك وبيمرن كمان ابراهيم، بس بيبقى فيه اختلاف بقى المدربين. احنا عندنا مدربين كتير فالمدرب انت ممكن هو اللي يتفرج واللي يقول لك يعني. طب فهمني مدرب النهارده، انت بتقول مدربكم اللي هو مسافر معاكم لبطوله العالم بالظبط، مدرب واحد هو اللي بيمرنك، كابتن احمد المطعني. كابتن احمد المطعني لو قابلتوا بعض بصراحه شديده بيعمل ايه يعني؟ يقول ابراهيم ولا يقول ولا خلاص بقى بيتفرج عليكم؟ هو اليوم اللي بنقابل فيه بعض ما بتلاقوش اساسا. مش موجود يعني فاهم. ممكن انت انا لعيب برضه اروح اسال مدربي اعمل ايه، اصد ازاي؟ ممكن تروح تقول لمدربك اللي هو بيبقى في النادي او اللي هو بيمرنك بقى بره النادي بره المنتخب برايفت مش برايفت، هو اللي هو تبع النادي اللي هو مثلا المدرب بتاع النادي الاهلي كويس يعني، مثلا ابراهيم عنده مدرب انا عندي مدرب كويس كده ده اللي تقدر تتكلم معاه في نقطه الضعف اللعيب اللي قدامك بالظبط كده. ممكن تروح او مش الاهلي برضه يعني، لو انا وابراهيم لا ما حدش هيتكلم، بس لو حد يعني بره النادي يعني، انا الاهلي حد من دجله حد من حته ثانيه يعني، فممكن نتكلم يعني ممكن يتكلم يقول لي كده. كابتن احمد المدير الفني طبعا منتخب لا ما فيش كده. اللعيبه الكبار في مصر بيكاتشنوا لبعض، شرباجي كريم عبد الجواد بيتكلموا مع بعض وهم بيلعبوا بطولات العالم. طبعا اكيد بيتكاتشنوا مع بعض برضو كده، ولا خلاص ده هو بيلعب في ماتش طب بقى تشجع من بره؟ طبعا يعني هو اي حد فينا لما بنكون بيلعب من بره او كده، بالذات لو بطوله عالميه او بطوله بره مصر، بيبقى كل التشجيع للشخص اللي بيلعب من مصر. احنا كلنا بنكون عايزين نكسب، بس مش بيبقى في حته اللي هو الكوتشنج دي، لانه بيكون في مدربين معانا هم اللي شايلين الموضوع ده. بص ابراهيم انا عايزكم، انا بصراحه شديده مبسوط منهم، هم ايه متحفزين برضو رايحين يلعبوا بطولات عالم، والاثنين هيقابلوا بعض هناك ممكن يوصلوا لدور الكلام فيه تحفظ، لكن فعلا هم ابطال ونجوم. خلينا نخرج لفاصل ونرجع نكمل حديثنا معاهم. اهلا بيكم بعد الفاصل، لازم نكمل مع ضيوفنا النجومنا الكبار معانا النهارده. لسه عندهم اجواء، عندهم صعوبات اكيد بتقابلهم، عندهم ناحيه اسريه كبيره جدا بتعمل سبورت قوي جدا جدا ليهم، وزي ما كابتن مصطفى قال هي الناحيه او الاسره هي اللي بتعمل سبورت اقوى حاجه، من احسن من اي معد نفسي واحسن من حاجات كتيره جدا. كابتن مصطفى اكيد الاسره ليها شكل مختلف عندك في تدريبك وصعودك الى بطل العالم. طبعا يعني هما كل حاجة يعني، هي اللعبة عشان اللعبة دي بالذات يعني لو ما كانش فيها سبورت من أولياء الأمور مش هتبقى لعبة، مش هتبقى لعبة يعني من بجد مش هينفع، اللي هو مش زي الكورة مش زي أي لعبة تانية اللي هي ممكن تسيبه، لا هي اللعبة أي واحد حتى لو كان عنده إصرار أو عنده عزيمة أو عنده حاجة هو برضو يعني اللعبة. قول لي موقف صعب يا مصطفى بصراحة شديدة بابا انتزع الموضوع وحطك في اتجاه تاني. ماشي، هو ده انا في موقف بقى، انا كنت بلعب كوره كويس، بحب الكوره جدا. لعيب كوره كويس؟ يعني زي انا بابا زي خالك؟ يعني انا ما اعرفش خالي شفته لا خالك يعني. كابتن محمود حسين يعني مش عارف اكيد. لا لا لعيب كوره لا بصراحه ده كان بيلعب في الاهلي بابايا انا من عارف انا عارف طيب. لا بابايا هو كان بيلعب في راح فيرست تيم زمالك وبعد كده بعديها شهرين اتصاب بلاش تاريخ اتصاب بعد كده خلاص بقى فانا كنت بحب الكوره جدا، كنت بلعب كوره في الجزيره واللي هو ما كانش شايف ان في امل في الجزيره، هو كان عايز يوديني انديه بره يعني زي الزمالك زي الاهلي والزمالك وكده، بس ايه بس لسه يعني. فالمهم
في يوم كان عندي تمرين في سكواش عادي، انا بتمرن خميس جمعه سبت، كان سكواش وخفيف وخلاص كده كويس. فروحت لعبت، كان عندي تمرين الساعه 4 كويس، كان تمرين الساعه لا ماتش كوره مع وادي دجله الساعه 4 وماشيين بالباص الساعه 12 جميل. كان عندي تمرين سكواش الساعه 2 ماشي. فانا رايح النادي بتحايل على المدرب، المدرب ما قالوش اي حاجه، ما قالوش اي حاجه في اليوم، وانا رايح من الساعه 10 قلت خلاص هروح له ايه تظبط والنبي لعبني بدري اي تلت ساعه عشان لازم العب لازم العب. فانا بقى قرفان وبقول للاداري لو سمحت لو سمحت مفيش، بروح اتشرف مع الكوتش، الكوتش مش عايز، رافض تماما، قفل قفل. فروحت رايح ايه رايح قلت خلاص انا مش هسيب السكواش راح العب كوره بس. رحت قعدت هناك لغايه الساعه 1 بالليل، 2 بالليل راجعين النادي يا ابيض، كان عندي 10 سنين مفيش كوره بعد كده، مفيش كوره اتلغت. مش عايز التليفون لغلك الكوره، قال لي خلاص مفيش كوره تاني، مفيش، قال لي انسى الكوره دي. وبس من ساعتها بقى هو جاي معايا كل يوم سكواش، يعني فعلا هو ما كانش بيجي خالص. بتشجع مين في الكوره؟ اكيد بتشجع النادي الاهلي. ده كده كده. بره مصر؟ بره مصر ريال مدريد. ريال مدريد؟ ريال مدريد. انا بشجع برشلونه. لا ما لا مش كده، بارسا اساس. بارسا اساس. اكيد الاسره ليها مكانه موجوده في حياتك، لكن شيء مهم ان الرياضي يوفق بين الدراسه وبين لعبه ولعبه المحترف. النهارده بتوفق الاثنين ازاي يا ابراهيم؟ النهارده ثانويه عامه او السنه الجايه ثانويه؟ يعني ماشي تانيه ثانوي ماشي. هو يعني كل اللعيبه اللي بيبقوا في سننا بيكون بيواجهوا نفس المشكله، بس هو الاجمد بقى اللي يعرف يتعامل مع المشكله دي، اللي هو بيعرف يحاول ينظم وقته ان هو مثلا يعني يخلص تمرين من هنا يعرف. وكمان الاكل ليه طبعا يعني دور جامد قوي على في الحته دي. فان حضرتك تعرف تنظم ما بين اكلك ونومك ودراستك وتمارينك وكده بتبقى حاجه صعبه، بالذات بقى لو زي ما حضرتك قلت بين التمارين والدراسه بيبقى اللي هو ساعات بطلع من التمارين يعني على التمارين على طول، وساعات بروح اتمرن الساعه 7 الصبح اخلص واروح على المدرسه لو كان عندي يعني حصص او كده. مين اللي بينظم الوقت، انت ولا الاسره؟ بصراحه شديده في حاجات انا بظبطها وفي حاجات هم بيظبطوها لي، يعني زي حاجات مثلا الكابتن بتاعي بتاع البرايفت كابتن احمد عبد الخالق، يعني انا على طول بظبط معاه مواعيدي حتى لو كنت طالع معاه الساعه 7 الصبح. هم بقى بيظبطوا لي بقى مواعيد نومي او كده يعني. بس مصطفى اصحابك اكيد في السن اللي انتوا فيه ده سن شباب، واصحابك كل يوم خروج سهر وخروج وحاجات كتيره، بتعمل ايه معاهم بصراحه؟ بيروش عليك كتير ولا دي مشكله؟ يعني دي مشكله في حياتي دلوقتي يعني. بس يعني ابتديت اللي هو خلاص بتاقلم عليها يعني. في صحابي طبعا من المدرسه بعدت عنهم يعني مش بعدت عنهم، قريبين من بعض كده بس بعدت عنهم، لان ما بقتش اخرج معاهم اصلا. بجد بيقولوا لك ايه بصراحه؟ واطي. بس مضطر هتعمل ايه؟ ما انت في الاخر ما شاء الله عليك. قعدت اقول لهم والله انا مش بذنبي يعني. مش عايزين تقولوا مين النهارده وانت ما شاء الله عليك بطل عالم؟ لا هو صراحه يعني هم اللي هيقولوا بقى، هم اللي يقولوا. لازم يقول بقى، لازم يقول كلمتين برضه عاملين يقولوا كلام كتير، هو يقولهم كلمتين. لا اصحابي الصراحه يعني من وانا صغير كانوا بيجوا معايا السكواش، يعني كانوا بيزهقوا جدا لما يجوا اسال ايه اللعبه دي مش عارف ايه بتاع، كنت بجيبهم غصب عنهم يجوا يتفرجوا عليا في بطولات مش عارف ايه كده. فهم تابعوا معايا كتير الصراحه. اكيد عندك بطوله مش تسيها، وعندك بطوله صعبه كسبتها بطريقه تقول الحمد لله، اكيد بنحمد ربنا على كل حاجه، بس في بطوله صعبه جدا خرجت من انياب الاسد. اي بطوله مصطفى عسل كسبها بالشكل ده؟ بطوله باكستان السيزون ده. السيزون ده كان بطوله باكستان، بطوله محترفين. كنت خسران الصوره دي بقى، قول لي كده. لا دي بريتش اوبن. دي بريتش اوبن لسه هنخش في مرحله الصوره حالا، بس خلاص اتفضل. دي بقى البطوله دي باكستان ساعتها كنت خسران في الفاينل 2-0 2-0 الفاينل، وكانت بطولة محترفين بقى رجال وكده. رجعت الماتش تاني 3-2 بعجوبة يعني، الماتش كان صعب جدا كسبته الحمد لله يعني السيزون ده. وكان ساعتها كان كل البطولات داخلة على بعض، جونا بريتش اوبن، بطولة تانية في ويمبلدن، حاجات كتير قوي في السيزون اللي هو بتاع البروفيشنال ده بيبقى صعب قوي بالنسبه لي. يعني البطوله دي وصلتني، يعني البطوله دي لما كسبتها الحمد لله وصلتني 29 عالم. فدي من اهم حاجه، من اهم نقطه مهمه في حياتي، نقطه مهمه البطوله دي، ان هي بتديني دفعه للبطولات الاكبر والبطولات
يعني اللي انت رايح. اه بالظبط. اكيد ابراهيم نفس الكلام، في بطولات في مباريات صعبه عدت على ابراهيم الأباني، تقول ايه؟ هي صراحه ارخم بالنسبه لي مباراه كانت يعني ارخم. هي فعلا يعني ارخم حاجه. اتفضل. يعني هي بالنسبه لي اصعب مباراه كانت بالنسبه لي بطوله الجمهوريه فاينل تحت 15 سنه، كانت صعبه حوالي سنتين. اه كانت صعبه، مش عشان هو فاينل جمهوريه، كانت صعبه لان كانت على طول بخسر قدام الشخص اللي انا بلعب معاه ده، اللي هو كان اسمه كريم البربري. كنت عمري في حياتي من واحده بنلعب تحت 11 سنه ما كسبتوش ولا مره في حياتي غير المره دي تحت 15 سنه. فاللي هو ان انا اكسب يعني فاينل جمهوريه قدام كريم البربري ده، ده كان بالنسبه لي يعني حاجه ما كنتش اتوقعها. بدانا باول صوره لابراهيم الأباني. احكي لنا حكايه الصوره ابراهيم. حكايتي الصوره كنت فين؟ سكواش كانت فين الصوره دي؟ اولا مش في نادي سكواش. اه ده في السكواش. سكواش ازاي يا اسطى؟ طب ده كانت فين بقى؟ قول لنا كام سنه ابراهيم دي؟ من 10 سنين مثلا، من 12 سنه. ما افتكرهاش اعتقد. لا لا لازم خليه يفتكر كل حاجه دلوقتي. مين معاك في الصوره؟ ابويا. حلو قوي. تقول له ايه؟ لا اقول له شكرا طبعا. شكرا، ما هو الراجل يعني اكيد تعبان معاك كده. شكرا كفايه عليك؟ لا طبعا مش كفايه. البيت النهارده. لا لا. شكرا بقى يعني هي كده كفايه شكرا؟ لا لا طبعا يعني هو. قول ايه بجد؟ لا بجد والله يعني هم بالنسبه لهم يعني انا احب اشكرهم طبعا اول ناس اكتر من مدربيني اللي هم بيشيلوني في كل حاجه، هم اللي بينظموا وقتي، هم اللي بيعملوا كل حاجه. فطبعا كل الشكر ليهم طبعا هو وامي. طيب بس. دي تاني صوره على طول. هم هيدوك اربع خمس صور اربعه، تعالى على كل واحده. اتفضل يا كابتن ابراهيم. دي امي. ماما. اه كانت في بطوله ايه تفتكر؟ دي ما كانتش في بطوله. كانت في النادي؟ كانت في كانت في النادي. كانت في النادي عندك. برضه تقولها ايه؟ لان انا عارف ان الام بتاعها اكتر من الاب صراحه. يعني هي طبعا ام، هي حضرتك تعرف ان بيتعبوا جامد جدا. يعني بالذات يحبوا بجد والله اكتر من الراجل بصراحه شديده. اقول لها الامور السيدات بيتعبوا كثيرا جدا اكتر من بتخبط كده. بتخبط بتخبط هو اللي مش هيروح، انا ماليش دعوه. اتفضل يا كابتن ابراهيم. لا طبعا يعني هم احب اشكرهم طبعا على ال أحب أشكرهم هما الاثنين الصراحة. يعني تشكر الاثنين كابتن. أكيد هو بيشكر يعني كل الأسرة، وأكيد أنت برضو ليك كل الشكر لأسرتك كويس، لكن دايما في المراحل دي بتقول لهم كلمة مهمة. وصلت البطل العالم، بتقول لهم إيه بعد ما وصلت البطل العالم وإيه اللي جاي عند مصطفى العسلي؟ هو طبعا يعني أنا عارف مامتي كمان يعني بتبقى قاعدة في الماتشات، هما بيكونوا متنشنين ازاي وما بيبينوش ازاي، ولما يكون في ماتشات جامده هما بيقعدوا مراقبين الماتش ازاي، وبيزعلوا بيزعلوا وبيفرحوا. طبعا الحاجات دي بتبقى يعني مؤثره قوي، كمان لما لو خسرت ماتش او حصل حاجه يعني بشوف يعني نظرات مامتي بتبقى عامله ازاي. يعني بتبقى ايه موضوع نمبر 1 على السوشيال ميديا؟ يعني واحد ايه موضوع نمبر 1؟ مصطفى عسل مسمي نفسه على السوشيال ميديا نمبر 1 ليه بس؟ ما شاء الله. هو ده شايف امكانياته وشايف وضعه ما شاء الله، لازم نساله ونقول له جبت منين نمبر 1؟ ده على فين؟ ده على السوشيال ميديا صح؟ لا اعداد. بص المعد بيقول لي مشاهير مصطفى عسل هم اللي مطلعين عليه نمبر 1 دي فعلا؟ لا لا يعجبني فيك الصراحه. ليه مشاهير جامده قوي حافظين بعض، حافظين بعض انتوا الاثنين. لا مشاهير وكتير قوي ما شاء الله يعني. هم اللي مسميه نمبر 1؟ هم اللي مسميين ذا بيست. الاسم والله الاسم ده جاي منين؟ جالك امتى الاسم ده؟ كنت طلعت الارجنتين لبطولات بي اس اي، كسبت بطولات فيهم في شهر، بعد كده رحت كسبان توت عالم، فبعد كده طلعت بقى يعني بعد كسبت بطولات في مره، وبعد كده رحت كسبان توت عالم الحمد لله يعني، بعد كده طلعت بعديها كده. التعامل ازاي مع السوشيال ميديا بعد بقيت بطل عالم والوضع اختلف والدنيا اختلفت؟ واكيد ليك ناس على السوشيال ميديا كتير، الصفحه بتاعتك ما شاء الله عليها، انا موجود عليها. لا ما شاء الله بتزيد من الجنسيه. لا هو الانستجرام اكتر شويه يعني، انا بالنسبه لي الانستجرام اكتر شويه، ببقى اكتف على الانستجرام تقريبا طول اليوم. طول يعني اليوم يعني ببقى اكتر على الانستجرام كده. بس انا بحب السوشيال ميديا كنفسي، انا بحب السوشيال ميديا، بحب اقعد على التليفون. الصوره اللي فاتت دي، الصوره دي بدريتش اوبن اللي قبليها، عايز اللي قبليها. الصوره دي مع علي فرج في شيكاغو. فين؟ في شيكاغو. في شيكاغو في امريكا. البطوله دي بهدلني فيها الصراحه. يعني هي في لعبت معاه مره في البيتش اوبن، هتيجي. علي فرج قال ان انت بتتعبه جدا في اللعب.
والله مش عارف يعني بيتعب مين صح؟ يعني هو مهدني في البطولة بهدلك. إبراهيم أكيد ليك هدف في المرحلة اللي جاية، هدف تحققه وطموح معايا عند إبراهيم أباني، إيه الطموح اللي جاي عند إبراهيم أباني؟ هو صراحة دلوقتي كل تركيزي هيبقى هيكون على بطولة العالم اللي احنا داخلين عليها دي، لأن دي هيكون ليها مميزات كبيرة أوي، خصوصا إن احنا داخلين السيزون الجديد يعني بعد البطولة دي على طول. فيعني وانس إن احنا دخلنا البطولة دي وحققنا فيها مركز عالي، حضرتك خدت يعني ثقة كويسة أوي إن حضرتك تخش بيها السيزون الجاي. فهي دي صراحه يعني هي دي يعني انا حاطط مهمه جدا بالنسبه لي. بالنسبه عين ابراهيم اباني على بطوله العالم اللي جاي بصراحه شديده، هي ممكن اقول الصراحه لان انا يعني حقك طموح شرعي لكل واحد فينا. لان مثلا في حاجه تانية غير ان مصطفى عسل لسه قدامه، يعني لسه قدامه ايه، لا مصطفى عسل سوري خلاص يعني دي اخر بطوله عالم ليه، لكن انا ليا يعني كمان فرصة. يعني انا عندي دي واثنين كمان فكتير قوي يعني. هو كل يعني العيون كلها او حضرتك زي ما حضرتك قلت كانت على مصطفى عسل الكام سنه اللي فاتوا، لكن يعني هتبقى على الاجيال اللي بعد مصطفى عسل اكيد. الاجيال بتستمر واحنا بنسلم بعض. بالظبط. عايز اقول لك حاجه، اقول لكم حاجه انتوا الاثنين بالذات، يعني تقول لي ايه مصطفى عسل وهو طالع لبطوله العالم؟ اقول له كل التوفيق طبعا. لا 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 لا, لا, لا. ايه اكتر نصيحه تقدمها لمصطفى عسل في بطوله العالم اللي جايه؟ خلوا بالي مني بس. خلي باله مني. لا ده انتوا جايين. لا قول لي لو انت توصل له بس الاول لا توصل له باذن الله وتوصل له تبقى احسن اثنين في العالم باذن الله. ابراهيم مصطفى تقول لي ايه لابراهيم وهو طالع لبطوله العالم لاول مره؟ صح ابراهيم لاول مره تنصحه بايه كبطل عالم؟ مش هي البطوله طبعا ابراهيم اكيد سامع يعني عن البطوله قد ايه، مش اللي هي انا ما بقولش اللي هي صعبه، بس البطوله فعلا من اول ماتشات هتلاقي ماتشات رخمه، ماتشات لازم تكون مركز فيها حتى لو ماتشات بتبقى يعني. احنا جانا سنه من السنين جي تقريبا المنتخب واحد خسر من دور 32 والتاني خسر في 16، ده المنتخب كله اتدربك مع بعض، كانوا فاكرين ان هي بطوله سهله شويه، حصل كده دربكه ما لهاش اي لازمه. في الفرق برضو ابتدينا يعني اللي هو كده، بس الحمد لله عدت يعني. بس انا بقول ان هي بتنصحه بنصحه ان هو لازم من اول ماتش هو هتلاقي الدنيا، هو لما يبتدي يركز وهيبتدي ان هو يخش في المود بتاع البطوله، وانت شايف طبعا بطوله عالم يعني هي بطوله عالم، فلما يبتدي يخش في المود بتاع البطوله هيبتدي يخش ويكسب ماتشات هو هيلاقيها ان هو كان بالنسبه له صعب هيلاقيها عدت عادي. بس كل التوفيق ان شاء الله لمنتخب مصر. كل التوفيق ليهم، لكابتن مصطفى عسل بطل العالم اللي في اخر نسخه، وكل التوفيق لكابتن ابراهيم اباني ان شاء الله باذن الله يقدم مباريات كويسه، باذن الله اتمنى من كل قلبي ليهم هما الاثنين يوصلوا فاينل بطوله العالم ويلعبوا عليه، لان دول ولاد النادي الاهلي وباذن الله يرفعوا راس مصر والنادي الاهلي باذن الله في بطوله العالم اللي جايه. بشكرك كابتن مصطفى عسل، كنت معانا ونورنا وشرفنا النهارده. كابتن ابراهيم شكرا جزيلا النهارده. وفي الاخر الحلقه بشكركم والى اللقاء.